بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة اليومية من برنامجنا المشهد. في مشهدنا اليوم اخترنا أن نقترب من ملف ربما يعني يهتم به المصريون كثيرا في هذا التوقيت الذي تختلف فيه إلى حد كبير وتتعمق السياسة الخارجية المصرية في اتجاهات ربما كانت منسية في العقود الماضية. نتحدث عن السياسة الخارجية المصرية في وقت تشهد فيه مصر تحولا كبيرا على كافة الأصعدة. فالسياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس مبارك الرئيس الأسبق حسني مبارك اختلفت كثيرا عنها بعد ثورة 25 من يناير، وأثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي اختلفت أيضا السياسة الخارجية، ثم جاءت الموجة الثانية من الثورة وما حدث في 30 من يونيو أيضا ليضع مصر في إطار مختلف في توجهاتها الخارجية. ربما ما حدث في مصر بعد 30 من يونيو أثار جدلا كبيرا لدى الأوساط الدولية، وتعرضت مصر لضغوط كثيرة وبالتالي أثر ذلك على سياستها الخارجية وتوجهاتها الدولية. نقطة أيضا هامة سوف نتوقف عندها في مشهدنا اليوم الاقتراب المصري الروسي بعد فترة طويلة من البرود والابتعاد عن التعاطي والتعاون الخارجي. يعني هذا التحول كيف سينعكس على مصر؟ ما هي إيجابياته وما هي سلبياته؟ يعني نقاط كثيرة متعلقة بالسياسة الخارجية المصرية نطرحها على ضيفنا الكريم معالي السفير رؤوف سعد مساعد وزير الخارجية السابق وسفير مصر الأسبق لدى موسكو. أهلا بحضرتك سيد السفير. اسمح لنا سريعا أن نخرج لمتابعة هذا التقرير الذي يستعرض بعض الإشارات والملفات الهامة في السياسة الخارجية لمصر وتحولاتها، ثم نعود لنبدأ الحديث. في ظل تطورات المشهد المصري ظهرت عدد من القضايا لتفرض نفسها بشكل تام على واقع المجتمع، ومع كل خطوة تخطوها البلاد نحو الاستقرار الأمني والاقتصادي تكتسب فرصة جديدة لاستعادة علاقاتها الخارجية. ويرى خبراء في حقل السياسة أن واحدة من هذه الفرص قد تتحقق بسبب دفعة جديدة للعلاقات المصرية الروسية التي تعطيها الزيارة التي قام بها وزير الخارجية والدفاع الروسيين للقاهرة والتي تمحورت حول التعاون العسكري. مراقبون دوليون قالوا إن هذه الزيارة تأتي للتأكيد على العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعد ثاني اتصال على مستوى حكومي تحت القيادة الجديدة في مصر. البعض رحب بالسياسة المصرية الجديدة ووصفها بالسياسة البارعة والذكية لأنها جاءت وسط ضغوط وتوترات تتعرض لها البلاد. على جانب آخر أكد محللون سياسيون على ضرورة تفعيل العلاقات المصرية الأمريكية، موضحين أنه من مصلحة البلدين أن تكون هناك علاقة جيدة بينهما وأن تدار هذه العلاقة بما يحقق مصالحهما المشتركة. جاء تغيير سياسة مصر الخارجية بعد قرارات الإدارة الأمريكية بتعليق جزئي للمساعدات العسكرية ووقف تسليم بعض المعدات والآليات العسكرية الثقيلة. مراقبون سياسيون يرون أن قرار الإدارة الأمريكية بتعليق المساعدات العسكرية لمصر قرار ألقى بظلال من التوتر على العلاقات بين البلدين أكثر من أي وقت مضى. توتر سوف يزيد من حدته رأي عام رافض لاستخدام تلك المعونة في التأثير على استقلال القرار المصري في وقت تخوض فيه البلاد حربا شرسة ضد العنف والإرهاب. من جديد إذن سيد سفير، يعني التقرير رصد بعض المحطات الهامة في السياسة الخارجية المصرية، لكن ربما جملة استوقفتني وهو الحديث عن استقلال القرار المصري في الفترة الراهنة. هل يمكن أن نسمي هذه الحقبة من السياسة الخارجية المصرية والتعاطي الخارجي بأنها فترة الاستقلال في القرار المصري؟ شوفي حضرتك، احنا لابد نقطة البداية تبقى هي النقطة الصحيحة حتى نستطيع ان نتصور الموقف بشكل واقعي. نقطة البداية هي ثورة شعب. ثورة شعب لا تعني مظاهرات، وانما تعني امتلاك الشعب لارادته وامتلاك الشعب الوطن وحريته في اتخاذ القرارات. النهاردة اذا اي نظام اي حكومة تستند الى ارادة شعبية تستطيع ان تتحرك بقدرة اكبر كثيرا
في حرية القرار، حرية المناورة، وفي نطاق المصالح التي تتحرك فيها وفق بوصلة سياسية يعني حددتها الإرادة الشعبية وتم تنقيتها بواسطة صانع القرار. فالحقيقة أنا بشوف أنه تلك بداية افتقدناها كثيرا، في أنه وهي دي البداية الحقيقية. نحن نسعى الآن لبناء دولة ديمقراطية، لم تكتمل للدولة أركانها الديمقراطية، أو لم تكتمل للدولة الديمقراطية أركانها الأساسية، إنما القاعدة للدولة الديمقراطية هو الشعب، هو صاحب الحق. فاليوم أنا برى إنه الحكومة القائمة تستند إلى رصيد وزخم ضخم يستطيع أن يعطي لصانع القرار في إنه هو طبيعة اتخاذ القرار، عملية اتخاذ القرار تختلف، طبيعة الأولويات والاختيارات تختلف. لأن بس يعني هناك الآن القاعدة الشعبية كما تحدث. طيب ما هي الأولويات بقى التي تراها الخارجية المصرية، أجهزة المخابرات المصرية؟ كيف اختلفت هذه البوصلة التي تحدثت عنها بعد 30 من يونيو، إذا وضعنا طبعا في الاعتبار التحديات الخارجية التي واجهتها مصر؟ يعني الأمر الأول هو ده، لابد أن نصحح هذه الفكرة اللي في أذهان غالبية الناس، وهي التصور أنه وزارة الخارجية أو أجهزة المخابرات أو عدد آخر من الوزارات منفصلة عن الوضع الداخلي أو منفصلة عن القرار الوطني. والحقيقة أنه ده إلى حد كبير كان هو ده الممارسة العادية، وده من أسباب مما يضعف في السياسة الخارجية، أنه يحصل نوع من الانفصال أو التفاعل مع الأوضاع الداخلية، بحيث أنه لا يصح أن أنا أدلي بتصريحات قوية وأندد وأهدد وأفع وأستند إلى وضع مجتمعي غير متماسك، اقتصاد ضعيف، أحوال أو فقر وأمية وخلافه. إذن الأمر النهاردة عشان يكون لديك سياسة خارجية سليمة، انها سياسة خارجية ليست فقط مسؤولة عن انها تدافع عن المصالح الوطنية وعن عن تنفيذ الاولويات الوطنية في علاقاتنا الخارجية، بل لابد ان تكون جزء من صناعة القرار الوطني، يكون منذ البداية. وانا هنا عايز الفت النظر لسابقة، الحقيقة ما اظنش ان لها يعني نظير قبل كده في السياسة الخارجية، ان وزير الخارجية الحالي نبيل فهمي التقى بمفكر اسلامي والتقى باحد الثوار في حركة التمرد. ولو حطيت دي جنب البيان الذي ألقاه في الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يستغرق أكثر من نصف البيان في الحديث عن الثورة وما أحدثته الثورة وعن الأوضاع الداخلية وعما تفعله من الحكومة الانتقالية وعما تستهدفه خريطة الطريق. إذن إرادة شعب مع ارتباط السياسة الخارجية بالوضع الداخلي، مشاركة وزارة الخارجية في صناعة القرار الوطني، دي كلها هي المكونات الطبيعية والأساسية حتى يكون عندك سياسة خارجية معبرة ومدافعة عن مصالح الدولة. طيب هل ترى أن الخارجية المصرية نجحت في إدارة الموقف بعد 30 من يونيو والضغوطات التي مورست عليها؟ شوفي حضرتك، يعني احنا السياسة الخارجية دي عملية متصلة، لا يعني لا يمكن الحكم عليها في خلال فترة قصيرة، إنما على الأقل ترى مؤشرات. يعني انتم التقرير تضمن حديث عن التقارب الروسي المصري، ده موضوع يعني يطول، انا تحدثت في اكثر من مناسبه في هذا الموضوع. انما لو تذكري حضرتك انه في مؤشرات، يعني انه من اوائل الزيارات التي قام بها وزير الخارجيه كانت فين؟ الى موسكو. وهنا انا اريد ان اشدد، نحن لا نلعب الجيم بتاع اللعب بين القوى الكبرى، هذا ليس في مصلحتنا وهو غير مقبول ايضا من الاطراف الاخرى. طب نوضح اكتر، يعني حضرتك شايف انه التقارب المصري الروسي ليس بديلا عن التقارب المصري الامريكي، خاصه بعد الحديث عن اقتطاع بعض الاجزاء من المعونه الامريكيه وبعدها حدث تقارب مصري روسي، يعني هل حضرتك لا ترى انه هناك اي صله بين هذين الموقفين؟ الصله قد يراها الاخرون، انما نحن لا نسعى اليه. بمعنى انه اتجاهنا لروسيا ما جاش قرار على مستوى الدولة،
ده قرار على مستوى الشعب، لانه لما انه استجابه لموقف رئيس بوتين اللي جاء بمضمون عبر عن ادراك حقيقي لرؤيه روسيا لما حدث في مصر، وفي توقيت كنا وما زلنا في حاله اندهاش من رد فعل الغربي الذي اكتفى بما اوردته دساتيره بما تقوله عن الديمقراطيه والمتطلبات الديمقراطيه، وتجاهل ان هناك 30 مليون مواطن في الشارع. يعني معادله ناقصه صحيح. افرزت حكم خاطئ وسياسه، هم الان بيحاولوا انهم يراجعوا ويصححوا ويعدلوا وخلافه. لكن لما هي زعيم نابه وفاهم مثل الرئيس بوتين ويتخذ هذا القرار، كانت الإرادة الشعبية أعلنوا قرارهم أنه أشادوا بهذا الموقف، وأعلنوا في الملأ وفي السماء بأنه أحطوا صورته وعملوا صور بالليزر. وبعدين ابتدت وفود الدبلوماسية الشعبية تذهب إلى موسكو. كل هذا كان معناه أن مصر على المستوى الشعبي، على المستوى الشعبي افرزت البوصله السياسيه الجديده اللي بقول لحضرتك عليها. ان البوصله السياسيه النهارده بتديني مساحه حركه اكبر، بتديني ان انا اتحرك في اطار رؤيه سياسيه تسعى الى تحديد اهداف هذا البلد ومصالحه وفق اولويات بيتم تحديدها. طيب. الاولويات طبعا هنا منقسمه الى قسمين، يعني في اولويات ومصالح روسيه وفي اولويات ومصالح مصريه. طيب اذا تحدثنا عن الاولويات والمصالح المصريه، هذا التقارب الروسي المصري الى اي مدى هو مفيد وفي صالح مصر، وما هي في نفس الوقت تبعاته الاخرى او سلبياته سياسيا؟ يعني اعطى المثل على كيف يتم تعديل السياسه الخارجيه وفق الاراده الشعبيه، وبالتالي اعطى للحكومه القائمه ومن سياتي من بعدها رصيد جديد من او رخصه حصانه سميها، انه تستطيع الان ان تتحرك بقدره اكبر، يعني بقوه وقدره. بمعنى هناك قوه وهناك قدره، يعني ان تمتلئ يكون لديك القوه لا يعني بالضروره ان تكون لديك القدره. وعندنا في الجوار في ناس عندها قوه انما ما عندهاش قدره، ممكن تبقى غنيه انما مش بالضروره تقدري تاثري. اننا نحن اصبحنا نمتلك القوه واصبحنا نمتلك القدره معا. اذا مصلحه مصر في انك انت ابتديتي بدايه، يقولوا يعني ثينك بيج، ابتديتي ببداية كبيرة. مش ببداية كبيرة، مش مقصود منها انه نقول لهم انظروا ماذا نفعل لكي نغير سياستنا الخارجية، انما نحن نفعل ما يحقق مصالح شعبنا.